فنرجع تاني للسؤال انه قال امامة المرأة، امامة المرأة ما بتجوز، بين لك شيخ مزمل قبيل، والاحاديث موجودة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، مع انه المساجد دي احب البقاع الى الله. تجي تقول لي مرة تبقى امام، تبقى امام، والترابي قال تكون معه لكن ما يكون ما تكون متلصقه معه في الصف، في لغاء مع واحد اسمه طارق كبلو في بيته. طيب ليه؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال احاذوا بين المناكب والاقدام، وبعدين دارين نصوي الصفوف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم او قال وجوهكم. عرفتها؟ ما انا داير الصف مع الصف، حليمه وعبد العظيم ومحمد ومريم وكلن يكونوا في صف واحد، المنكب مع المنكب والقدم مع القدم والكتف مع الكتف، لا تدعوا فرجات للشيطان. وده شنو ده؟ طيب ده شغل منو؟ وطاني الشيطان ذاته جاي يسوي شنو ذاته؟ والله الشيطان يقول للتراب بالغت ذاته كبيره جبتها، فهمت؟ فده الهوس بتاعه. اما الحديث اللي بيستندوا عليه هم كذابين لا يؤمنوا بقران ولا سنه، حديث إمامة المرأة، حديث أم ورقة رضي الله عنها إنه قالت للرسول صلى الله عليه وسلم جيب لي راجل يأذن لي. لو أصله كان في رجال بيصلوا وراء هذه الصحابية ما كان قالت له جيب لي راجل يأذن لي. عرفتها؟ بعد ذاك العلماء جابوا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤم نساء أهل دارها، من النساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحنف لأنه كان عندها غلام وجارية، فهمت؟ فما ثبت أنه مرأة صلت. بعدين الترابي قال تؤم نساء أهل دارها، والدار قال كدارفور ودار حامد، دارفور أكبر من المدينة. معنى كلام الترابي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وراء هذه المرأة. شوف الكلام ده كيف، عرفته؟ عشان تعرف أنه ده كلام فارغ وباطل.